السلام عليكم. سحابة حرية تملأ سماء المنطقة العربية، مثقلة بغضب شعبي من سنين الاستبداد الطويلة ومما أوصلت إليه بلاد العرب وشعوبها. هذا ما تنبئ به أحدث طبعات الانتفاضة العربية في العراق ولبنان. فبالرغم من استقالة الحكومة اللبنانية ومن سلسلة إجراءات شملت إقالة بعض المسؤولين في العراق، فإن بيروت وبغداد أبتا الاستسلام لما يسميه المتظاهرون فيهما جرعة تخدير لا تسمن من الحاجة إلى تغيير عميق في بنية السلطة. أي دلالة سياسية واجتماعية يمكن استقراؤها في حالة الغليان التي تصيب الشارع العربي؟ وأي هوية يسعى المتظاهرون إلى تحقيقها في بلدانهم؟ بل أي تغيير طرأ على مفهوم السلطة وممارستها في ساحة وعي المواطن العربي؟ وهل هذه الانتفاضة دورة تاريخية تفضي إلى حتمية التغيير بالضرورة؟ حول هذه المحاور تدور حلقة اليوم من برنامج حديث العرب، أهلا بكم. هالة الخوف التي طوقت الشعوب العربية وأحاطت بها إحاطة السوار بالمعصم جعلتها تعيش فترة من السبات والغياب في ظل الحكومات المستبدة التي سقتها ألواناً من الظلم والخوف، مشفوعة بالنعرات الطائفية، لكن ذلك لم يدم طويلاً، فسرعان ما تفجرت الشعوب العربية غضباً بربيع عربي يتلوه آخر بإصرار لا يخالطه يأس في مستقبل يعيد لهم أوطانهم من قبضة الحكام. المتظاهرون في العالم العربي أصبحوا بعد جرعة الحرية التي انتزعوها بدمائهم يرفضون البقاء رهينة بأيدي السلطات التي تواجه رياح التغيير السلمية بالعنف والقوة المفرطة. لقد اعتقد كثيرون أن الأمة العربية ميتة ولا حياة فيها وغير قابلة للثورات، حتى وصل الأمر إلى الحد الذي وصفت فيه صحيفة فرنسية ما حدث من خلال عنوانتها للتغيير في تونس بالقول: الثورة ممكنة أيضا في الأقطار العربية. لكن ما بدأ في تونس ألهب الحناجر في لبنان لتهتف مطالبة بتغيير النظام وأحزابه، ثم ليتزامن ذلك مع اندلاع انتفاضة تشرين في العراق التي تجاوزت الطائفية والحزبية بمطالبها الداعية إلى إسقاط النظام القائم على المحاصصة برمته. وعي الشارع العربي بحقوقه المشروعة جعله ينتفض بقوة ضد جميع الحكومات والأحزاب التي عملت طوال السنوات الماضية على تمزيق النسيج الاجتماعي للشعوب العربية، فلم تعد تنطلي عليهم الشعارات البراقة والوعود التي لم يتحقق منها شيء. وما عاد في قوس الصبر منزع، فإن تجاهل الحكومات لرسائل شعوبها المطالبة بحقوقها أجج نار الغضب في تظاهرات قد تطيح بعروش وزعامات بوقت قياسي. هذا الموضوع نبحثه مع ضيوفنا الكرام الأساتذة. معي في الاستوديو عمرو عادل الكاتب الصحفي، وعبر سكايب من مدينة صيدا اللبنانية حسان القطب مدير المركز اللبناني للأبحاث والدراسات، وعبر سكايب أيضا من مدينة بون في ألمانيا نبيل شبيب الكاتب والصحفي. أهلا بالجمع الكريم. نبدأ في الديار في الاستوديو. بالمعنى السياسي والاجتماعي، ما القراءة الأدق لقراءة لما يحصل من غليان في المنطقة العربية اليوم؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحقيقة أن ما يحدث في كل المنطقة، مصر والعراق وسوريا واليمن وليبيا، هو دليل على انهيار نظام الحكم المنشأ بعد الحرب العالمية الثانية. بعد الحرب العالمية الثانية انشأت أنظمة في كل المنطقة العربية، سواء جمهورية أو ملكية أو غيرها، واعتمدت هذه الأنظمة على حكم أقليات، سواء كانت أقليات طائفية أو طبقية أو كانت فئوية. يعني في مصر والجزائر الجيوش، وفي السعودية والممالك كانت مجموعة من العائلات، وفي سوريا والعراق كانت طوائف مجتمعية. فبالتالي النموذج ده اللي تشكل انهار تماما وبقاش قادر على الاستمرار. وصلت الأنظمة العربية لمرحلة الشيخوخة الكاملة. الحاجة التانية، كان ممكن الكلام ده ينجح أو يستمر أكثر من كده لو كان نجح في تحديث المجتمع، مش بمعنى الحداثة ولكن تطويره، ويعني إنتاج مجتمع في قدر من العدالة الاجتماعية وقدر من توزيع الثروة. الكلام ده لو كان حصل كان ممكن يطول عمره شوية، لكن
إن النظام مبني على أقليات وعلى غياب القانون ومش في التطور الطبيعي للمجتمعات. يعني حصل إقحام لنموذج سياسي معين على المجتمع لم ينتج من التطور الطبيعي ليه. في الآخر أدى الكلام ده كله أنه مش قادر يكمل وانهار والفساد توغل جواه وحصل انفصال بين الطبقة الحاكمة في كل المجتمعات باختلاف أشكالها وبين المجتمع، ووصل كمان الفساد لمرحلة أنه غير قابل للإصلاح. فبالتالي حجم الضغوط الكبير جدا على كل الجماهير بقى غير قابل للتحمل. يعني إذا كانت الناس من 20 سنة كانت بتقدر تتحمل وتكمل، فنقطة الفساد عدت المرحلة اللي الناس تقدر تكمل على أساسها. والحقيقة إن من الحاجات الرئيسية اللي ساعدت الأنظمة دي على البقاء طول الفترة هي الاستبداد في كل الأنظمة. شفنا في سوريا ماذا حدث، يعني المظاهرات أو المقاومة معناها القتل، وفي مصر وفي العراق وفي ليبيا. إذن فالاستبداد هو القيمة المركزية اللي عايش عليها هذه الأنظمة، وده ما يقدرش يطول عمر الأنظمة كتير، لأن هي خلاص زي ما حضرتك واحد على سرير حصل له وفاء كلينيكية، ومجرد أنت بس معيشه بالمساعدات اللي من الخارج. والمساعدات اللي من الخارج لأن الدعم الغربي الكبير عشان الحفاظ على المنطقة دي، منطقة الثروة والقوة ومركز العالم، تفضل تحت السيطرة، فبالتالي وجودهم ضروري. لأن غياب الأنظمة الاستبدادية معناها أن الشعب هيحكم نفسه فعلا، وده خطير جدا على توازن القوى مش بس في المنطقة، في العالم كله. منطقة بتمتلك يعني قوة بشرية هائلة، تمتلك موارد طبيعية كبيرة جدا في قلب العالم من الناحية الجيوسياسية، فبالتالي كل العوامل لازم يبقى تحت سيطرة عشان يفضل النظام العالمي الحالي متوازن. فغياب الكلام ده خطير. فمن الدلالات نختصرها، الدلالات السياسية انهيار النظام الحكم في المنطقة، كل نظم الحكم انتهت، ان النظام العالمي فقد شرعيته في المنطقة وكل ما يدعيه من أخلاق وقيم لم يعد صالح للاستخدام بعد ذلك، ان الشعوب لن تعود مرة أخرى للاستبداد لأن بقت غير قادرة على تحمله أكثر من ذلك. طيب نريد أن نبحث ملمحا آخر في دلالة ما يجري مع الأستاذ نبيل في ألمانيا. يعني يجري الحديث كثيرا عن البعد السياسي لما يحصل في الدول العربية، لكن لاحظنا أن في عدد من الدول كما في لبنان وفي العراق في بداية التظاهرات المهمة في العراق كان أساس التظاهر اقتصاديا. هل يقلل هذا الأساس إلى حد ما من قيمة ما يحصل في جملة العالم العربي؟ يعني الجزء السياسي أو الجانب السياسي وكذلك الجانب الاقتصادي هو جزء مما ينبغي أن يكون عليه التغيير، وجزء من هذا الحراك الكبير الذي بدأ بالعام العربي. عفوا تفضل أسمعك. نعم، تفضل. جزء من الحراك الشعبي الكبير في عالمنا من أجل أن يحقق عدد من الأهداف في وقت واحد. الواقع عندما نتحدث عن العامل الاقتصادي يعني نحن نتحدث عن معيشة الإنسان، نتحدث عن حقوق مادية أساسية يحق للإنسان أن يتحرك من أجل تحصيلها. وكذلك الجانب السياسي، هناك حقوق المعنوية، حقوق التعبير، الحريات إلى آخره. كل هذا الواقع جزء من الحراك. يعني إذا أردنا كلمة أشمل من ذلك، من أشمل من السياسي والاقتصاد، فهو الواقع الجانب الحضاري الثقافي في المنطقة. ونحن نذكر والآن يجري في العراق ما يجري، أن المعركة في العراق لم تبدأ الآن بهذا الحراك، إنما بدأت عندما حوصر العراق واستهدف العلماء في العراق. أكثر من 800 عالم قتل في العراق بعد فترة الحصار وأثناء الاحتلال فيما بعد. وعندما بدأ التدمير البنية التحتية الحضارية في العراق. هذا يسري أيضا على مصر، يسري على سوريا، يسري على بقية بلادنا العربية. هناك الواقع خوف ليس من قضية ينهض العالم العربي سياسيا فقط، لأن النهوض لا يمكن تجزئته، لابد من العامل الثقافي والعامل الاجتماعي والعامل الاقتصادي والعامل السياسي معا، وكلهم يكونون مع بعضهم بعضا وجها حضاريا لهذه المنطقة التي حرمت الواقع من التقدم فترة طويلة من الزمن. وأعتقد أن هذا هو ما يعني الخشية، إذا كان هناك خشية في الغرب أو خشية في الشرق، فالخشية من أن يظهر وجه حضاري. أستاذ نبيل، تعقيبا على ما تفضلت به من أن الموضوع يتعلق ببعد سياسي ويتعلق ببعد اقتصادي وأن هذا كله كتلة متماسكة، لكن أنت تعرف أن الدول العربية عاشت ردحا طويلا من الزمان، عقود، تحت سلطة الاستبداد السياسي، ولم يحرك العرب ساكنا في تلك المرحلة. عندما ضاقت ذات اليد على الشعوب العربية تحركت. من هنا سألتك، يعني إلى أي مدى يقدح في القيمة السياسية لهذه التحركات ما يحصل اليوم؟
يعني دعنا ناخذ امثله الواقع من التاريخ، والان نتحدث الواقع عن الحركه في بلادنا. هذا ما جرى ايضا في بلاد اخرى، جرى في اوروبا، كان هناك العامل السياسي، كان هناك الاستبداد 1000 سنة مستمره، ثم كان هناك ايضا الثورات التي قامت مثل ثوره الفلاحين وشملت جميع انحاء اوروبا. الواقع العامل المعيشي لعب دورا فيها، فلا يمكن الفصل بين الامرين. لكن في اوروبا نعلم مع فارق المثال استاذ نبيل، في اوروبا استبقت التظاهرات والثورات، وخاصة الثورة الفرنسية، سبق ذلك نخبة مثقفة متنورة بين قوسين كما يصطلح على تسميته في أوروبا، مهدت لهذه الثورات، خلقت أنتجت وعيا جماهيريا بضرورة التغيير. هذا ليس حاصلا في المنطقة العربية، بل الكتل النخب المثقفة محسوبة على السلطة أكثر منها على الثورات. تفضل. أنتجت في أوروبا وعيا نخبويا، لم يكن ما كتبه كانت ولا صنعه فولتير ولا جان جاك روسو يصل إلى عامة الشعب. وعندما قامت الثورة الفرنسية قام بها عامة الشعب، الواقع كما ذكرت هناك العامل الاقتصادي والعامل السياسي، ولهذا هذه الأفكار لم تصل إلى التطبيق إلا بعد جيل كامل. يعني الجمهورية الأولى الفرنسية التي طبقت أفكار روسو وفولتير وسواهما، الواقع بعد 50 سنة تقريبا من قيام الثورة الفرنسية، وفولتير وروسو كانا قد ماتا قبل بدء هذه الثورة. فالقضية لم تكن قضية التعامل مع الشعب أو الحديث عن شعوبنا بأنها تحركت متأخرة أو تحركت بسبب الضغوط المادية. الواقع أيضا هناك أمر أساسي، وهو أن هذه الحركات ليست الأولى من نوعها، هذه موجة جديدة من الحركات خلال 50 سنة الماضية. مثلا بسوريا كان هناك حركة في الثمانينات، كان هناك حركة في 2008، يعني كان هناك أكثر من حركة حتى بدأت الثورة في 2011. أيضا في مصر لم يكن الواقع لأول مرة الحركة، الواقع من قبل عهد عبد الناصر، من قبل عهد اللي بدأ بالسياسة العسكري الحكم العسكري في مصر، الواقع كان هناك أيضا حركات، بالتالي يعني حركات بالتاريخ مثل زغلول وسواه وسواه في ما قبل عبد الناصر ثم ما بعد أيضا. فالحركات أريد تم نتائج وتصل إلى مرحلة وهي الانفجار. يعني سأتجه إلى صيدا في لبنان لأسأل الأستاذ حسان القطب، وأنت في صيدا ولبنان يعني دولة شديدة الخصوصية في التجربة السياسية حقيقة، أريد أن أسألك وأنت في صيدا الآن عن قرب، كيف ترصد المزاج السياسي والاجتماعي العام في لبنان؟ هل يمكن وضعه في سياق عربي سياسي واجتماعي، أم أن لبنان ما زال متفردا في تجربته حتى في التظاهر؟ قد يكون لبنان متقدما في تجربته او في حركته السياسيه. الواقع ان المجتمع العربي يعيش ازمه واحده في مختلف دوله مهما تنوعت التسميه او اختلفت التسميه. في لبنان الان هذا الحراك هو حراك شعبي وليس حراك حزبي، وهذه هي الميزه الحقيقيه، ان هذا الحراك كونه شعبيا هذا يعني ان مستوى الثقافه قد اصبح رفيعا، وان هناك تطور حقيقي في وعي الجماهير اللبنانية، وهذا أيضا موجود أيضا لدى الشعوب العربية التطور. التي مظاهر تعاني هذا التطور من أزمة كما رصدتها، مظاهر وملامح هذا التطور، الوعي، هذا الوعي الذي نعم. هل تسمعني؟ أسمعك، يعني سألتك عن مظاهر هذا التطور في وعي اللبنانيين، لو تحدثنا عنها لأنها نقطة مهمة. هذا الوعي الذي نشهده الآن أن هذا الحراك لا تحركه أحزاب، بل نرى على شاشات التلفزيون وحتى من خلال تواصلنا مع المتظاهرين أنهم يتحدثون بحرية كاملة، بوعي كامل، بفهم كامل لحقيقة المشكلة، ويعرفون ماذا يريدون. أيضا هناك مطالب واضحة صريحة تطالب بتغيير هذا الواقع السياسي في لبنان، بالنهوض الاقتصادي في لبنان، بمحاسبة الفاسدين واستعادة المال المنهوب. هناك نقاط جدا واضحة. كان في السابق الأحزاب التي تتقدم بهذه المطالب أو حزب معين يقوم بتقديم مطالب ويقوم بقيادة هذه المظاهرات أو هذا الحراك. الآن عامة الشعب موجودة من مختلف الأطياف، من مختلف الأعمار، نسبة الشباب والشابات بالغة جدا وضخمة جدا في مختلف المناطق. تجاوز اللبنانيون الانقسام الديني والانقسام
السياسي والحزبي، وأصبح الجميع يطالب برؤية دولة عصرية، برؤية دولة يحكمها القانون لا تحكمها الميليشيات، وهناك أيضا محاسبة لكل فاسد واستغلال حقيقي للثروة اللبنانية في خدمة هذا الشعب في تطوير حياته الاجتماعية، في تطوير حياته الاقتصادية، في معالجة مشاكل البطالة وسواها. هذا كله يدل على أن مستوى الثقافة تغير وأن حالة الوعي تطورت كثيرا عما كانت عليه قبل عقود من الزمن، وبالتالي أصبح الكثير يتحدث من يقود هذه الثورة، من الذي يقود هؤلاء الشباب، ما الذي يدفعهم للنزول إلى الشوارع منذ 15 يوما دون دعم مالي ودون تغطية نفقات، وحتى في توضيح الأفكار والرؤية. حتى بعض السياسيين اللبنانيين حاول أن يشارك هذه المسيرات والاعتصامات الحضور، ولكن تم رفضهم وتم الطلب منهم بمغادرة هذه الاعتصامات لأنهم جزء من هذه السلطة طوال سنوات. فمن غير المقبول أن يشاركوا جمهور المواطنين اعتصامهم ورفضهم للواقع وهم كانوا مشاركين في هذا، وهذا يدل على نسبة وعي عالية جدا، وهذا ما يجب أن يتم تعميمه، وهذا ما يجب أن يكون حقيقة درسا لهذه الأنظمة في لبنان وخارج لبنان. ما لم يفهمه الحاكمون الآن في العالم العربي وفي لبنان أن المستوى تغير، وبالتالي يجب التعامل مع هذا الواقع برؤية جديدة. وسائل التواصل الاجتماعي منتشرة ومتعددة ومتنوعة. بالأمس قامت الدولة اللبنانية بمنع التلفزيونات اللبنانية من بث أي صور عن الاعتصامات والتظاهرات، ومنعت أيضا من حتى من بث شريط الأخبار الذي يكون في أسفل الشاشة. فتحرك الشارع بقوة في مختلف المناطق اللبنانية لأنه فهم أن هذه الحركة إنما تعني أن هناك تحضيرا لقمع المظاهرات والاعتصامات. عادت الدولة عن قراراتها، وعادت الأجهزة الأمنية عن ممارسة أي تحرك سلبي تجاه المعتصمين. هذا يدل على مستوى عالي من الوقت. نعم، رد فعل السلطات اللبنانية ربما نبحثه معك بعد قليل، لكن يجب أن نعود إليك لأسألك في حركية التاريخ وديناميته في التغيير. في أي سياق يمكن وضع ما يحصل في المنطقة العربية، خصوصا أن هناك ندرة في دعم هذه التظاهرات سواء يعني إقليميا أو عالميا، بل هناك الكثير أيضا من في المقلب الآخر الكثير من الطامعين والعابثين فيما يحصل داخل المنطقة العربية. هذه الدينامية التاريخية إلى أين تتجه في المنطقة؟ شوف حاجة زي ما حاجة في مسار تاريخي للثورة. ما يحدث في المنطقة العربية الآن هي انتفاضات، تعبير عن الرفض لنظام السلطة الموجود. ولكن الثورة عشان تبنى لا توجد ثورة بلا هوية وأيديولوجية، لا يمكن يعني. لازم مجموعة من الأفكار المحددة، هذه الأفكار تعطينا نمط من السلطة اللي هيدير المجتمع بعد كده. السلطة بتدير يعني السياسة هي إدارة السلطة والثروة، تمام؟ في ناس كتيرة جدا عندها مشكلة، يعني عموم الجماهير مش فارق معاها قوي موضوع السلطة ما دام ما بيقربش من احتياجاته الخاصة. لكن لما اللي حصل في الأنظمة العربية إنها ابتدت تدخل في حياة الناس، يعني حق الحياة نفسه ما بيبقاش موجود، فعشان كده مساحة الغضب بيزيد. لكن هذا الغضب لابد أن يؤطر في مجموعة قيم وأفكار تنتج هوية، لتنتج ثورة حقيقية لتغيير حقيقي في المجتمع. كل اللي بيحصل الآن هي محاولات للوصول للرؤية المشاركة. طبعا احنا بعد اللي حصل في الخمسينات والستينات تخيلنا ان احنا متفقين على شكل الهوية والأرض والمستقبل، لكن مع الأسف طلع الكلام ده مش موجود. فالضربات اللي حصلت من 2011 لازم ينتج عنها ناس تفكر ازاي هتنتج نموذج السلطة ده وازاي تعرضه على الناس، زي ما حصل في الثورة الفرنسية والثورة الروسية. لازم في مقدمات فكرية حتى لو الناس مش عارفاها، بس لازم مجموعة من النخب تتبنى هذه الافكار وتبتدي تصدرها للشارع بطرق مختلفة، وده اللي احنا بنحاول نعمله. اعتقد في كتل ابتدت تظهر في المنطقة العربية بتحاول تعمل الكلام ده. ففكرة هوية الثورة مهمة. الثورات بلا هوية بتتحول لاحتجاجات بتدور في نفس مجال نظام السلطة الموجود، قد يقوم ببعض التحسينات بعض التغييرات، لكن في النهاية لا يمكن أبدا أن ينتج تغيير عميق وحقيقي لصالح الناس. لأن زي ما اتفقنا أن بنية النماذج السلطة في كل المنطقة العربية لا فاسدة جدا، لدرجة أنها بقتش عندها حتى قدرة على الإصلاح، مش ما تقدرش. فبالتالي الحل أنها تتغير بتغيير عميق، تغيير جذري وعميق. التغيير الجذري والعميق ده ليه مسار. مسار اولا في ناس مؤمنه بالتغيير الجذري والعميق، مش مهم يكونوا كتير، مهم يكونوا مؤمنين بيه، ينتجوا مجموعه من الافكار اللي بتحدد نمط وايديولوجي معينه تكمل بيها، مش مهم هي ايه، يعني اسلاميه يساريه، مش مهم، المهم يبقى في نمط محدد. وطبعا المتوافق مع هويه هذه الامه هي الهويه الاسلاميه، فلازم ينتج نموذج سلطه
يكون متوافق مع البنية دي ومتوافق مع المجتمع. والحاجة التالتة ان ازاي نخلي الجماهير تدرك ان ده الحل الوحيد اللي ينقذها من الفساد اللي هي عايشة فيه، لان الدوران في اطار السلطة اللي موجودة حاليا لن يؤدي الا الى استمرار الفساد واستمرار الهزايم واستمرار تدمير الامة دي. والحقيقة ده في منتهى الخطورة على الاجيال اللي جاية اللي هتبقى اقرب الى العبيد في العصور الوسطى الاوروبية. الهوية، حديث الهوية سنتحدث عنه في بعد الفاصل. هذا فاصل قصير ونعود بعده لمتابعة الحديث. وما عاد في قوس الصبر. أسعدكم الله، ما زلنا وإياكم في الحديث عن الانتفاضة العربية، وإذا ما كانت تأتي في سياق حتمية التغيير. أستاذ نبيل، في ألمانيا إذا قفزنا على البعد الاقتصادي، ما مستوى الحضور، حضور سؤال الهوية في الشارع العربي الغاضب، هوية الدولة الثقافية والسياسية، هذه الهوية ما مستوى حضورها في وعي المتظاهرين؟ يعني لا يوجد هوية واحدة. يعني عندما نقول أنا عربي، هذا لا ينفي أنني سوري، لا ينفي أنني فلسطيني، لا ينفي أنني مسلم، لا ينفي أن يعني هذا التركيز على هوية محددة وحدها لا يكفي، إنما هناك الهويات التي تتداخل فيما بينها ويكمل بعضها بعضا على حسب القضية المطروحة التي تحتاج إلى هوية من أجل معالجتها. فلا، لست من أنصار أن نقول هوية واحدة إسلامية أو هوية واحدة علمانية أو كذا، إنما الواقع هناك هويات متعددة تتداخل فيما بعدها. لكن ثمة فإذا هوية جامعة على مستوى لكل المجتمعات أستاذ نبيل، ثمة هوية جامعة لأي مجتمع من المجتمعات؟ سأتحدث عن ذلك. تفضل. يعني إذا تحدثنا عن قضية في المجال الوطني، هناك الهوية الجامعة للجانب الديني والجانب القومي والجانب الشعبي بوقت واحد. إذا تحدثنا على المستوى العربي، هناك الهوية الجامعة للهوية الإسلامية والهوية الدينية عموما، الهويات الدينية الأخرى. يعني لا نستطيع الواقع إلا أن نتحدث عن عدد من الهويات المندمجة في بعضها. لا نستطيع إقصاء بعضنا بعضا ولا نستطيع استئصال بعضنا بعضا، فهناك أكثر من هوية متداخلة تتكامل على مستوى القضية. فنحن قضيتنا الآن هي قضية استرجاع حرية الإنسان، حقوق الإنسان. فإذا أردت أن أتحدث عن هوية جامعة، أقول الهوية الإنسانية التي ينبغي أن يقبل بها الإسلامي ويقبل بها العلماني ويقبل بها المسيحي ويقبل بها المسلم ويقبل بها العربي ويقبل بها الكردي. فهي هوية جامعة لنا جميعا، لأن احتياجاتنا احتياجات إنسانية سواء كانت معنوية أو مادية، الحريات، الحقوق، العدالة إلى آخره. بالتالي هذه، والواقع كان هذا مفهوم عند شعبنا، ولكن الشيء الذي كان ينقص ليس من جانب الهوية وإنما من جانب إدارة الأزمات، لم يكن في هناك اهتمام بها من جانب لقبنا تجاه شبابنا. أرجو أن تعذرني عن المقاطعة، سألتك عن الهوية لأني أريدك أن تعلق على ما يحصل في العراق. يعني العراق الآن في كربلاء، في النجف، في السماوة، في العمارة، في قلب المناطق الشيعية، تخرج التظاهرات المتمردة على إيران ويرفع شعار واضح أنه على إيران أن تخرج وأن العراق منصور واستعادوا الأهازيج ذات الواقع. الشعار يعني الوطني العراقي العراق الذي يرفض يعني فرض الملة على الناس. أريد أن أسألك، العراق إلى أي مدى أستاذ نبيل، الشيعية أو الملة غير الشيعية، العراق إلى أي مدى يؤشر، يعني ربما بشكل أو بآخر يؤشر إلى المزاج العام لدى الجماهير العربية؟ إلى أي مدى استعادة الهوية العربية في العراق؟ لا أجد الواقع فارقا ما بين الأوضاع أو الحراك في العراق حاليا والحراك الذي جرى في مصر أيضا، رغم أن هناك لم تكن هناك مشكلة الشيعة والسنة على جميع الأحوال. هناك الواقع إقصاء الإنسان نفسه، القضاء على وجود الإنسان نفسه، على الحريات الأساسية للإنسان سواء كان شيعيا أو سنيا، مسلما أو علمانيا، عربيا،
أو كرديا، هذا الواقع القهر للإنسان مرفوض، الاستبداد لا دين له، لا هوية له. فإذا كان مارس الاستبداد الإيرانيون أو السوريون أو العراقيون فهو مرفوض سيما من يمارسه، إذا مورس باسم الدين الإسلامي السني أو الشيعي فأيضا مرفوض بصيام من يمارسه هذا. وهذا ما وعاه الشعب أكثر من النخب في الفترة الماضية. فكان هناك الواقع الشعب يتحرك بشكل جماعي ويطالب مطالب جماعية ويرفع شعارات جماعية، وهذا ما يحدث الآن في العراق بالذات بعد الواقع ما جرى منذ الاحتلال حتى الوقت الحاضر. الاحتلال لم يخرج من العراق إلا حاول أن يجعل منه لبنان طائفيا ثانيا، يعني بمعنى الدستور يبنى على أساس طائفي كما صنعوا في لبنان، ونحن نجد الآن في لبنان أن هذا أصبح واعي الشعب بذلك فبدأ يرفضه بشكل واضح. العراق بعد الاحتلال واقع كان هذا هو الدستور الذي وضع له، أن يكون دستورا طائفيا يرسخ الطائفية ويرسخ الانقسام الشعب بين فئات الشعب المتعددة، وهذا ما بدأ رفضه. وهناك الواقع أيضا التدخل الإيراني الغير عادي للهيمنة باسم الملة باسم الشيعة في سوريا في العراق في اليمن في سواه، فهذا أيضا أصبح مرفوضا بشكل واضح على المستوى الشعبي سيان من يتحرك. طيب. يتحرك الواقع الشيعي ويتحرك السني، هذه الصيغة في لبنان نراها الآن إلى أبعد الحدود واضحة بأن الشعب أصبح واعيا بما يحاك له وأصبح يرفض هذه التسميات المختلفة. نعم. أو الهويات المتعددة عندما تتعدى على بعضها بعضا، أما عندما تنسجم وتتحرك مع بعضها لا تكون هناك مشكلة، ولذلك يتحرك الشعب بشكل واضح مع بعضه بعضا. وأحسب أن هذا في العراق أن هذا يسري على العراق كما يسري على لبنان كما يسري في سوريا وسواها. والعدو نعم. الذي يرفض أن يسقط الاستبداد هو الذي يحاول أن يجدد النزاعات الطائفية والنزاعات العرقية وغيرها سواء في العراق وفي سوى العراق أيضا. وضحت الصورة. مع لبنان أبقى مع الأستاذ حسان القطب، يعني إلى أي مدى طبيعة التظاهرات وأداء المتظاهرين والشعارات التي يرفعونها، لو غصنا عميقا فيما وراء ما يحصل في لبنان، إلى أي مدى يؤشر إلى بدء تصدع النظام المحاصصة الطائفية في لبنان؟ أم أن هذا الكلام ما زال باكرا وأن هناك إفراطا في التفاؤل في هذا الشأن؟ لتني بداية أوضح بعض أمر بسيط. من يقوم بقيادة السلطة في عالمنا في معظم دولنا العربية وفي لبنان والعراق على سبيل المثال هم أشخاص ليسوا أصحاب كفاءة في إدارة السلطة. فهمهم للسلطة هو التسلط، التسلط على الإدارة، التسلط على المقدرات، التسلط على الثروات، والتسلط على الشعب. ولتثبيت نظام حكمهم وسلطتهم يقومون بالتلاعب بموضوع الهويات، تعدد الهويات يتم التلاعب به بتقوية فريق على فريق أو باستخدام فريق ضد فريق. هذه مشكلة أساسية هي التي أججت الصراع في العراق كما أججته في لبنان. كذلك المجتمع الدولي لا يتعامل معنا إلا على أننا أصحاب ثروات وأصحاب مواد أولية، والتعامل معنا يتم من هذا المنطلق، وبالتالي يرى فينا سوقا واسعا للاستثمار وللاستهلاك. فهنا المشكلة، طالما أن هذه الأنظمة التي تتحكم بمقدراتنا وبحياتنا تخدم مصالح الدول الغربية في خدمة مشاريعها واستثماراتها واستهلاكنا نحن، فهي في تبقى تحظى بالحماية والرعاية كما رأينا في سوريا عندما تدخلت روسيا لوضع يدها على سوريا ويتتحدث علنا عن الاستثمار في سوريا. إذا عدنا إلى لبنان نرى نفس الواقع تماما، هناك من يقوم برفع شعارات مذهبية وطائفية كما قام جبران باسيل عندما رفع شعار استعادة الحقوق للمسيحيين، وما عندما استعمل هذا الشعار كان هدفه أن يقول أن علينا إلغاء اتفاق الطائف الذي أنهى الحرب الأهلية التي اندلعت لمدة 17 عاما، وأن مفروض إعادة الصلاحيات التي وضع في مجلس الوزراء مجتمعا إلى رئيس الجمهورية، مداعبا مشاعر المسيحيين بحيث يلتفوا حوله ليصبح هو زعيما أوحدا له ويقدم نفسه رئيسا مستقبليا يخلف ميشيل عون. هذا الخطاب وهذا الأسلوب في العمل السياسي أجج صراعا آخر، كما
حزب الله يقوم بإثارة المشاعر المذهبية لأبطاء الطائفة الشيعية بإعلانه الانتماء إلى محور إيران وإعلان انتمائه والتزامه بتوجيهات الولي الفقيه، وهو يقصد هنا الخامنئي في طهران، وأنه في خدمة هذا النظام ومشروعه ومحوره، وأن أي اعتداء على إيران سوف يتم فتح الساحة اللبنانية للصراع إلى جانب إيران. ألغى هنا موضوع المواطنة، لم يعد هناك شيء اسمه وطن، لم يعد هناك شيء اسمه قانون ودستور وسيادة واستقلال، بل أصبحنا ساحة للصراع. هذا الشعار الذي رفعه حزب الله قد يعجب بعض المؤيدين له وقد لا يعجب الآخرون، وكذلك ما رفعه جبران باسيل قد يعجب هل هذه شريحة الشعارات مسيحية وقد لا جبران يعجب باسيل شريحة أخرى. وحسن نصر وبالتالي الله هذا استاذ حسان، التلاعب هل سقطت على في ساحة التظاهرات هذه النظام المحصن الطائفية وهذه الشعارات؟ تماما، هذا ما جرى في ساحة الاعتصامات، وهذا ما أزعج بعض الأحزاب كالتيار الوطني وكحزب الله، أن الجمهور كان متنوعا مسلما ومسيحيا سنيا وشيعيا ومسيحيا من مختلف المذاهب والمتعددة ودروز وعلويين، جميعهم كانوا في الساحة يطالبون بالحرية، يطالبون بالعدالة، يطالبون بدولة المواطن، يطالبون بمحاسبة الفاسدين. فهذه الشعارات لم تكن شعارات مذهبية أو طائفية، وأصبح التعامل معها صعبا، لأنه لا يمكن شد المذهب أو شد عصب الطوائف بحيث تقف في مواجهة بعضها البعض. وهذا ما جرى خلال الأسبوعين الماضيين، عندما اندفع جمهور حزب الله يطالب بعدم ذكر اسم حسن نصر الله أو نبيه بري ضمن الفاسدين باعتبارهم فوق الفساد وفوق المحاسبة، وأنهم ينتمون إلى طائفة عظيمة وشريفة وإلى آخره. هذا الواقع يؤكد أن الجمهور اللبناني تخلى عن انتماءاته المذهبية والطائفية، وأنه يسعى إلى أن يعيش حياة أكثر كرامة وأكثر حرية وأكثر عدالة وأكثر تنوعا في اقتصاده وفي علاقاته ولكن المحلية وحتى الخارجية. أستاذ حسان، يعني كما ذكر ضيفنا في الاستديو، أرجو المعذرة، أنه لهذه الثورة سواء في لبنان أو في العراق أو في سوريا أو في أي دولة عربية حتى تنجح لابد أن يكون هناك هوية واضحة ومحددة. أريد أن أسأل عنها الأستاذ عمرو، مدى تبلور هذه الهوية في ساحة وعي الشارع العربي خلال عقد من الزمن؟ شوف حضرتك، لازم الأول نفرق بين هوية الفرد وتعريف الفرد. يعني بقول أنا مصري فأنا لا أعبر عن هوية بهذا الشكل، لأن الهوية مجموعة أفكار. يعني أنا مصري وحضرتك سوري مصري، هل التعريف المختلف بينتج مجموعة أفكار مختلفة؟ بالتأكيد لا. فبالتالي لازم نفرق بين الاثنين دول. عشان كده الهوية مرتبطة بأفكار متجاوزة لازم كلنا نتفق عليها. الحاجة التانية إن الهوية ملاش علاقة بالطائفية والعنصرية إطلاقا. الهوية دي شخصية اعتبارية للمجتمع وقدرة على احتواء كل التعريفات اللي تحتها بكل أشكالها. فالهوية جامعة مش مفرقة، ولازم تتوافق مع المجتمعات دي، بمعنى لا يمكن فرض مجموعة أفكار علينا. يعني مفهوم الحرية، مفهوم العدالة مختلف من أفكار مجموعة أفكار لأفكار تانية، لكن كل مجتمع بيفسر الكلام ده طبقا لمرجعاته وبما يتوافق مع الحقوق الطبيعية للبشر. لا يمكن تنتج مجتمع جديد من غير ما تكون محدد مفاهيمك وتعريفك للقيم الرئيسية، الحرية، العدل، المساواة، ايه مفاهيم الكلام ده؟ الكلام ده لا يمكن ينتج بشكل عام كده، لان كل واحد مختلف عن التاني. فالمجتمع لازم ينتج الكلام ده الاول والناس تتوافق عليه وتتحرك معاه. فده فيما يتعلق بالهوية. يعني المجتمعات العربية في خلال الفترات اللي فاتت زي ما اتفقنا ان على مدى 200 او سنة او اكتر حصل تدمير ممنهج للمجتمعات دي من ناحية افكارها، اختراق في التعليم واختلاق في الإعلام والثقافة، في حرب شعواء على تغيير أنماط التفكير اللي هي بتنتج في الآخر الإطار الجامع للمجتمع. أنماط التفكير دي عمالة تضرب ضرب جيد جدا، في كتلة محافظة عليها بتحاول تكمل يعني مستمرة، وانهيار المجتمع السياسي والسلطوي في المنطقة العربية فكك المجتمع، فابتدت الناس تخرج وتتكلم. والحقيقة خلينا نقول إن المواضيع التفاعلات المجتمعية بتاخد وقت طويل، لا يمكن في خلال سنة أو اتنين تنتج أفكار جديدة، الكلام ده بيقعد عقود على الأقل. فبالتالي كل ما يحدث في المنطقة العربية بيبلور فكرة جامعة لكل المجتمعات دي وبتقرب شوية شوية. محدش يقول إن الناس مش فاهمة دلوقتي أو بتتحرك بشكل ارتجالي أو حتى أوكي ماشي، لكن مع الوقت
هتتبلور الافكار وهتنتج القيادات سواء الفكريه او القيادات المدنيه اللي متفقه على الاطار العام والجماهير هتتبع. الكلام ده محتاج تراكم ومحتاج شغل كتير من كوادر ومحتاج شغل كتير من النخب بحيث في الاخر تحرك الناس دي كلها في مسار واحد. وناخد بالنا ان الحرب الشغاله الان في يمكن في مصر انا يمكن اتكلم عنها بشكل افضل في محاوله لكسر كل انماط المجتمع القديم وتحويل الناس لمجموعه افراد عشان يسهل السيطره عليهم. النقابات بتتكسر، الجماعات بتتكسر، الاحزاب بتتحصر. صحيح في مشاكل في كل التركيبات المجتمعيه القديمه بس ما ينفعش تكسر كل الامور لان انت مش هتعرف تبني حاجه جديده. انت تبني على اللي موجود، هذا الموجود الصالح سيستمر، لكن الانظمه بتكسر كل حاجه بحيث تبقى وحدها تقدر تسيطر على الكل وتتحكم في مساراتهم الفكريه. نتخيل دلوقتي ان في مصر على سبيل المثال راقصه بتطلع بتكرم كأم مثاليه، يعني ايه ده؟ طبعا هو متعمد الكلام ده، ليس عبثا هذا. نعم ليس عبثا، ده هدف لتغيير الصوره الذهنيه. لما يبقى نجم مصر الاول في الاعلام هو واحد بلطجي محمد رمضان، اللي حصل ان الناس بتقتل بعض في الشارع. فمحاوله زرع افكار مغايره للتاريخ اللي بنى عليه المجتمعات والقيم الثابته، التدمير ده هدفه ان هو يحاول يكسر سرعة تكوين إطار هوية جامع للمجتمع كله. وهذا يحصل بشكل أو بآخر في عدد من الدول. نعم صحيح. العربية صحيح. قبل أن نذهب إلى الفاصل أريد أن أسأل أستاذ نبيل في بون، العرب سياسيا يبدو تائهين بين عدو بعيد ملكه أمرهم كما هي إسرائيل وآخر قريب يتجهمهم كما هي إيران، وطبعا هذا ما هذه العداوة بين قوسين إذا صحت التسمية هي تتفشى على ألسنة كبار المسؤولين الإيرانيين الذين هم يتباهون بأنهم يسيطرون على 4 عواصم عربية وبأنهم يملكون أحلاما توسعية في الدول العربية. هذا التيه السياسي إلى أي مدى يمكن أن يشكل أو إلى أي مدى هو الآن يشكل قاعدة انطلاق لدى الشباب العربي الغاضب؟ يعني قاعدة رفض لهذه الصيغة، وهذا ليس جديدا الآن. الواقع رفض الهيمنة الإيرانية حدثت في سوريا، حدثت في اليمن، حدثت في كل مكان، قبل ذلك حدثت في العراق. العراق بعد الاحتلال الأمريكي كان هناك فتح الأبواب أمام إيران بصورة متعمدة إلى حد بعيد. بالمناسبة شغل إشعال الأزمة ما بين السنة والشيعة بدأ باكستان قبل أيضا العراق، يعني قبل أن تتحرك إيران، قبل الثورة في إيران، الثورة الخمينية في إيران كان هناك الواقع تشغيل ما بين، يعني نحن يجب الواقع أن نضع في حسابنا دائما أن من يريد أن يسيطر يحاول إشعال مثل هذه الفتن، سواء الفتنة الطائفية أو الفتنة بين فريق وفريق حزب سياسيا. يعني هذه الفتن هذا عمله، هذا شغله. إنما ما نراه الواقع على مستوى الشعوب في الفترة الماضية بأنها أصبحت أوعى من النخب التي كانت خلال عشرات السنين الماضية. لم تستطع هذه النخب أن تتجاوز نفسها وأن تجتمع على لقاء على أرضية مشتركة وعلى قواسم مشتركة، فتحركت الشعوب بنفسها لتنتزع حرياتها. مع الأخ عمر بقضية أنه تحتاج الثورة إلى نخبة تقودها، ولكن هذه النخبة تصنعها الثورة نفسها. يعني الثورة أو التغيير أو الحراك، سيان كيف نسميه، في نهاية المطاف العمل هو الذي يجمع الناس وراء قادة عندما يثق بهم ويراهم قادرين ويراهم واعين ويراهم يستطيعون القيادة. عند ذلك تتشكل القيادات بشكل عملي بشكل واقعي. أما نحن الواقع إذا ربطنا هذا فقط بالأفكار لا يكفي، نحن نحتاج إلى الفكر ونحتاج إلى الإدارة، إدارة الأزمات، إدارة الصراع، إدارة الثورة، إدارة العلاقات. عالم الواقع أيضا تغير، لم يعد كما كان في العصور السابقة. نحتاج أيضا إلى الوسائل الحديثة التي تمكننا من ذلك. نحن لم نعد نستطيع الواقع التحرك ضمن تنظيم التنظيمات بشكلها التقليدي، لم تعد هي التي تحرك الثورات. هناك التشبيك الحديث ما بين فئات المجتمع المختلفة، ما بين المتخصصين في مجالات مختلفة، الذين يستطيعون أن يؤهلوا الإنسان الفرد وهو فرد، ويستطيعون أن يؤسسوا الجماعات أو يؤهلوا المجموعات المتخصصة القادرة على القيادة والقادرة على بيان يعني الطريق وتحريك الناس عليه. الواقع نحن قسم التأهيل الإداري إضافة إلى التأهيل الفكري، لكن التأهيل الفكري لا نستطيع أن نصنعه صنعا، هو الأحداث نفسها هي التي بدأت تصنع ذلك. الشعب تحرك عندما عجزت النخب عنه.
حتى لا نغوص في يعني تنظيرات فكرية أستاذ نبيل، ينبغي أن نذهب إلى فاصل حتى نعود بعد ذلك لنناقش مدى تطور أو التغيير الذي أحدثته هذه الثورات في مفهوم السلطة من حيث المفهوم من حيث الممارسة. نعود إليكم بعد قليل. اهلا وسهلا بكم الى الجزء الاخير من هذه الحلقه. استاذ عمرو، الان هذه التظاهرات وهذا العقد وهذا ما يبدو انه اصرار من قبل الشارع العربي على احداث التغيير، لكن التغيير ينبغي ان يكون احدث شيء على مستوى السلطه مفهوما وممارسه. ما مدى التغيير الذي احدثته هذه التظاهرات سواء بالنسبه للسلطه الحاكمه او حتى بالنسبه للمتظاهرين في ذهنيتهم في وعيهم؟ زي ما حضرتك بتقول، في زي ما حضرتك بتقول في طرفين، الشعب والسلطه، هما فعلا طرفين منفصلين تماما، منفصلين عقليا ومن ناحيه الثروه وكل حاجه بالظبط كل حاجه. فبالتالي السلطه حدث فيها تغيير عميق، انها لن تستطيع ان تكمل الا بقدر عالي جدا من الاستبداد. احنا بنتكلم عن 300 شهيد تقريبا في العراق، وبنتكلم على يعني عشرات الالاف من القتلى في مصر، ومئات الالاف في سوريا. وما دول على فكره هذا المحور هو محور القوه، يعني الثلاث دول دول هم الثلاث دول الكبار اللي هم المركز، مركز الثقل في كل المنطقة. فالثلاثة بيتعاملوا يعني بيتعرضوا لأبشع درجات الاستبداد. فما اكتشفته السلطة انها حتى بعد 60 سنة او اكتر من تغييب الوعي عند الجمهور، لا زال هناك كتلة وقوة كبيرة، وان في اجيال جديدة ظهرت لا يمكن ان تقبل باستمرار هذا الوضع. وعلى الجانب الثاني ايقنت ان الحاجة الوحيدة اللي مخليها موجودة في السلطة هي الاستبداد، علشان كده مصرة انها تكمل بكل ما تمتلك من كل ادواتها بتستخدم في صناعة النظام الامني والنظام العسكري انها تسيطر على الناس. بالنسبة للجماهير، اعتقد في انتصار وتطور هائل حصل في خلال 10 سنين اللي فاتوا. اولا ادركت طبيعة نظام السلطة في المنطقة، كل المنطقة العربية، ان مع اختلاف النظم واختلاف الاشخاص والافراد كلها نظم وظيفية عبارة عن انظمة احتلال بالوكالة تعمل لصالح الغرب ولا تعمل لصالح الشعوب. الحاجة الثانية أيقنت أن لا يوجد حل إلا عن طريقها، هي الوحيدة القادرة على صناعة الحل، وأن نموذج السلطة الحالي بكل أشكاله سواء كان المعارضة أو غيرها هي تركيبتها لا تصلح للمستقبل ولازم تتغير. طيب أذهب إلى صيدة أستاذ حسان، يعني بقي القليل من الوقت وألتمس منك الاختصار في الإجابة. في لبنان ربما أفادت السلطة مما حصل في الدول العربية واستقالت الحكومة، السؤال هو إلى أي مدى استقالة حكومة الحريري يمكن أن تمهل لتغيير حقيقي في لبنان، أم أنه تغيير هامشي لا ينال بنية السلطة في البلاد؟ أنا أود أن أوضح نقطة بسيطة جدا، وهي أن في عالمنا العربي نحن نفتقد لروح المواطنة. المطلوب تثبيت روح المواطنة لاستيعاب تعدد الهويات والانتماءات، بحيث يكون هناك انتماء واحد تحت سقفه يأتي الانتماء المذهبي أو العرقي أو شيء من هذا القبيل. أيضا تثبيت هذا الواقع يتطلب أن تكون الدولة دولة القانون، أن يكون هناك مساواة في التعامل وفي التعاطي وفي خدمة المواطن تحت سقف واحد ومعاملة واحدة لا تتفاوت بين فئة وفئة وبين أتباع هذا الفريق أو ذاك الفريق. أما في لبنان المطلوب الآن هو تغيير حقيقي على مستوى الحكومة وعلى مستوى الأداء أيضا. المشكلة الآن أن المواطن اللبناني والمجتمع اللبناني يرفض عودة هؤلاء السياسيين إلى السلطة. المطروح الآن هو حكومة تكنوقراط، حكومة خبراء، حكومة متخصصين تقوم بإدارة الواقع اللبناني للخروج من الأزمة المالية التي نعيشها. حكومة تكنوقراط ومتخصصين أستاذ حسان، وجود حكومة تكنوقراط ومتخصصين، ماذا أستاذ حسان الوقت. أرجو المعذرة، ماذا يمكن أن تفعل حكومة تكنوقراط ومتخصصين في ظل سلطة وجود سلطة موازية لسلطة الدولة؟
نعم، المطلوب الآن هذه السلطة أو هذه الحكومة التكنوقراطية لإعادة الثقة بين لبنان والمجتمع العربي والمجتمع الدولي لحمايته طيب. من الانهيار الاقتصادي. المطلوب أيضا هو ضبط الواقع اللبناني الإمساك بالسلطة الأمنية في الداخل حتى لا يبقى هناك سلطتين، سلطة تمسك بالمعابر الحدودية غير الشرعية وتستنزف مال الدولة الذي يقوم به حزب الله في نعم لبنان، وأن لا يكون أشكرك. هناك سوى الجيش اللبناني والقوى الأمنية اللبنانية، لا يوجد ميليشيات تمارس ما تريد دون محاسبة ودون مراجعة. الواقع اللبناني معقد جدا، ولكن أظن أننا دخلنا في مرحلة التغيير ولو بدأنا بخطوات بسيطة نتيجة هذا الحراك الشعبي، هذا الحراك طيب العفوي، ولكن الذي يحمل الكثير من المفاهيم والتطلعات والآمال والتي يجب على السياسيين الاستجابة لها قبل فوات الأمر. أشكرك أستاذ حسان. أستاذ نبيل، أرجو أيضا السؤال مكرر لحضرتك، أرجو أن يكون هناك اختصار في الإجابة. بالرغم من أن إنجازات الانتفاضة العربية لا ترقى إلى مستوى طموحات الشارع العربي، لكن حدث بعض التغيير. السؤال الأهم ربما، إلى أي مدى هناك تطور في مفهوم السلطة لدى الشارع العربي، مفهومها وممارستها؟ يعني حدثت بداية للتغيير وبدأت الواقع إذا صح التعبير المرحلة الانتقالية. المرحلة الانتقالية نوعان، شيء يتعلق بالسلطة من حيث كيفية الانتقال من وضع استبدادي إلى أبعد الحدود إلى وضع يضمن بعض الحريات والحقوق والتعامل الدستوري والقانوني مع المواطن، وهناك أيضا التحول المجتمعي، هذا الذي قد يستغرق وقتا أطول، ولكن التحرك الآخر الواقع يبدو أن كل شعوبنا بدأت تدرك ذلك. نحن بعد كل ما شهدناه في عدد من الدول تحت عنوان ثورات الربيع العربي، تحركت الجزائر، تحرك السودان، الآن تجددت الحركة في العراق، تحرك في لبنان، هذا يدل على أن الشعب يعرف ماذا يريد على مستوى السلطة، ولكن الطريق إلى ذلك ليس سهلا. السلطة في بلادنا ليست سلطة محلية، إنما هي سلطة علاقات دولية تريد أن الواقع تأمين ركائز لها في المنطقة، وعن طريق هذه الركائز تهيمن على المنطقة. بالتالي هذا ما استوعبته الشعوب تدريجيا، ولكن نحتاج إلى وقت من أجل النقلة الحقيقية إلى مستوى سلطة تعبر عن إرادة الشعوب الثائرة. أشكرك جدا أستاذ نبيل. أستاذ عمر، إلى أي مدى هناك شعور أو مؤشر على أن خريطة التظاهرات ستمتد إلى لتشمل دولا عربية أخرى، خصوصا وأننا بالمراقبة في كل عام تقريبا تصل التظاهرات إلى بلد جديد، هل لديك ما يؤشر على أن هذه الرقعة، رقعة التظاهرات، يمكن أن تتوسع؟ نعم، أولا الأمر لم يتغير في طبيعة مقدمات الفعل الثوري في كل المنطقة العربية، سلطة فاسدة، سرقة المجتمع، مجتمع طبقي، مجتمع استبدادي، فبالتالي كل دي مقدمات. هل هتحصل بقى عوامل للقيام الثورة؟ ده هو اللي بننتظره. المؤشر الثاني هو ما يحدث في العراق بعد ضرب واحتلال وعشرين عاما من أو 15 سنة من القهر والسد، قام جيل جديد بفعل ثوري جديد. ونفس الكلام في الجزائر، بعد 20 سنة أو أكتر من العشرية السوداء ظهر جيل جديد يقاوم ويطالب بحقه. إذن فالقضية لن تنتهي، ومعدل تسارع الزمن أعلى بكتير من زمان، يعني اللي كان بيحصل في 10-15 سنة في القرن الماضي بيحصل في سنة واتنين دلوقتي، فعجلة التغيير وصلت العجلة لسرعة كبيرة جدا لا يستطيع أحد إيقافها، والأنظمة الحاكمة ما بقاش عندها قدرة على إعادة إنتاج نفسها أو تحسين وضعها، وشفنا كل الأنظمة اللي بتتغير بتتغير للأسوأ، سواء في مصر أو في سوريا أو في غيرها وفي كل مكان. إذن فالحل الوحيد هو استمرار الفعل الثوري، ومش بقرار، ده نتيجة لضغوط موجودة من السلطة ومضغوط على المجتمع وأفكار جديدة بتنشأ وأجيال جديدة بتتحرك وانفتاحها للعالم، كل ده هيخلي المجتمعات حتمية الثورة والتغيير العميق في كل المنطقة العربية. أشكرك شكرا جزيلا. مشاهدينا الكرام، وصلنا إلى ختام هذه الحلقة التي أشكر في نهايتها ضيفي في الاستوديو الأستاذ عمر عادل الكاتب الصحفي المصري، وكان معنا عبر سكايب من مدينة الصيدا اللبنانية الأستاذ حسان القطب مدير المركز اللبناني للأبحاث والدراسات، وعبر سكايب من مدينة بون في ألمانيا نبيل شبيب الأستاذ نبيل شبيب الكاتب الصحفي. شكرا لكم، في حراسة الله تعالى وتوفيقه.